الراديو 90-90 هواها مصري. بكار. بكار يعتبر أول شخصية كرتونية مصرية كانت فكرته في الأساس فيلم قصير عن طفل الجنوب، كان فيلم وحصل الفيلم على العديد من الجوائز ولاقى ترحيب كبير جدا من الناس، ومن هنا كانت بداية مسلسل الأستاذ بكار. بدأ عرض بكار على التلفزيون المصري في أول مرة رمضان سنة 1998 وتوقف عرضه سنة 2007، وعاد بكار مرة أخرى بأجزاء جديدة 3D في 2015 و2016. دكتور منى أبن نصر رحمة الله عليها أشرفت على إخراج 5 أجزاء من بكار لحد وفاتها كانت سنة 2003، وبعدها كمل ابنها أستاذ شريف جمال إخراج العمل. مؤلف بكار الكاتب عمرو سمير عاطف قال إن الفنانة نيفين الجبلاوي هي اللي صممت شخصية بكار ورشيدة، أما حسونة وهمام فصممهم الفنان مصطفى الفرماوي، وأدى صوت بكار 5 أطفال مختلفين. هتقولي ليه؟ هقولك عشان الولاد والأطفال صوتهم بيتغير على طول جدا. كان أولهم محمد درويش اللي ظهر في عدد من الأعمال الدرامية، ومن أشهر الناس اللي عملت صوت بكار صوت عمرو مصطفى، طبعا مش الملحن عمرو مصطفى، لا طفل كان انا ذاك طفل باسم عمرو مصطفى، والسبب ان الاطفال طبعا كانوا زي ما بقول لكم الصوت بيتغير، وخصوصا الولاد صوتهم بيمر بمراحل عجيبه، فكان لازم يكون في بديل جديد دايما من غير ما حد يحس بفرق في الصوت. الفنانة العظيمة سهير البدراوي هي اللي عملت صوت حسونة وصوت والدة بكار وصوت الجدة بخيتة وصوت المعزة رشيدة. كان معكم تقرير شامل ووافي وشافي عن الحليوة أبو كفري وصغير.